رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله. فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيء المؤلم؟ لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنسائكم عليكم حقا. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزا. وما ذكرته من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها هذا ظلم، لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر شرعي فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي لها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها. وكذلك لأولاده عليه حقوق، لا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه. على كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده. الله تعالى أعلم. هل لهذه الزوجة الحق في مطالبته بالإنفاق عليها في السنتين الماضيتين إذا لم تسمح؟ نعم، لها المطالبة بذلك إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة، يعني كما لو نشزت عنه أو عصته في شيء نعم يجب عليها له، هذا يحتاج إلى نظر ودراسة للقضية من الطرفين. نعم، جزاكم الله خيرا.